المشكلة أننا لا نزود أبناءنا بالمعلومات الدينية الكافية ليفهموا الدين. معظم بل كل من يذهب للإلحاد هو لم يفهم طبيعة الإسلام، طبعا أو فهمها خطأ. لا، هذه مهمة الآباء. يعني المدارس موضوع آخر، الآباء في البيت يزرعون في هذا الطفل أن الإسلام دين العلم، دين الحرية، دين البساطة، دين الرحمة، دين المغفرة، دين الصدق، دين السعادة. يعني هذه المفاهيم نحن لا نزرعها، نحن نزرع في أبنائنا حلال وحرام، حلال وحرام. لا، يجب أن نقول لهم إذا أردت السعادة عليك باتباع تعاليم هذا الدين.